فبالرغم من الجائحة أقول بلغ هناك عدد المشاركين في تزايد، وبلغ عدد المشاركين في هذه السنة 285 ألف مشارك موزعين عبر 38 ولاية، ولقد تنافس على بطولة هذه المنافسة 123 تلميذ وتلميذة جزائريين ممن صنفوا في أحسن المراتب. إذن أقول أنه هذه المنافسة هي منافسة نشارك فيها بقوة، منافسة تزيد وتقوي الانتماء العربي القومي، نعتز بالمشاركة فيها، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذا المجهود العربي الأصيل. كان شرف كبير لي أن نكون من بين 10 الأوائل على مستوى دولة الجزائر، وكان فيه العديد من التصفيات عبر العديد من المراحل في مدة زمنية قيمتها سنة من العمل. قرأت الكثير من الكتب وغصت في أعماق معانيها، وتعمقت في شرح مفرداتها، وكنت قد قرأت ما يقارب 100 كتاب أو أكثر، وقد شاركت في عدة محاولات في هذه المسابقة.